السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في جولتنا الإخبارية السودان هذا المساء من قناة الشروق. بدايتنا بالعناوين. رئيس الوزراء يحذر من تداعيات استمرار العقوبات الأمريكية على السودان. وصول ياسر عرمان وخميس جلاب إلى الخرطوم، ومجلس السيادة يعلن استئناف التفاوض الأسبوع المقبل. حزب الأمة القومي يحذر من مغبة التشكيك في الشراكة بين المدنيين والعسكريين. أهلا بكم مشاهدين. حذر رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك اليوم من استمرار العقوبات الأمريكية على السودان، وقال إنها ستعجل بانهيار البلاد الهشة. وأضاف في تصريحات صحفية: حال أصبح السودان دولة فاشلة فإن حجم الدمار سيزداد، وقد تجد جماعات داعش فرصتها للانتشار في المنطقة. وقال حمدوك إنه لا يوجد مبرر بعد الثورة لاستمرار العقوبات الأمريكية، وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية الحالية تتعاون مع كل العالم لمحاربة الإرهاب. وطلب حمدوك من المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية التي بدأ زيارة لها تستمر 6 أيام شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وقال إنه حال سمح المجتمع الدولي بأن يصبح السودان دولة فاشلة فإن الفوضى ستنتشر في كل الإقليم. وأكد حمدوك سعي حكومته لفك العزلة عن السودان خارجيا، وأوضح أن موقع السودان الجغرافي والسياسي المتاخم ل7 دول يجعل انهياره مدمرا لكل محيطه الإقليمي. واستهل حمدوك لقاءاته في العاصمة الأمريكية بمجموعة كبيرة من أبناء الجالية السودانية في واشنطن، واعتبر أن مغادرة البلاد بحثا عن الأمان والحياة الكريمة ووجود مساحة للتعبير عن الرأي هو قرار صعب، أجبر الملايين من السودانيين على المغادرة في النظام السابق لأن خياراتهم بالبقاء كانت شبه مستحيلة. وقال إنه سيجري عدد من اللقاءات المهمة تشمل وزارات الخارجية والخزانة والدفاع. وأكد أنه سيلتقي أيضا خلال الزيارة بقيادات الكونغرس ورئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، وأشار إلى أنه يتطلع أن تنعكس نتائج هذه الزيارة إيجابا على البلاد. طلب القيادي في الجبهة الثورية ياسر عرمان واشنطن طلبها برفع العقوبات الاقتصادية على السودان وإزالة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب، في وقت أعلن فيه ترحيبه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في إزالة التمكين وإلغاء قانون النظام العام. وأكد في تصريحات صحفية عقب وصوله الخرطوم مساء اليوم سعي الجبهة الثورية للوصول إلى السلام الشامل والعادل في السودان، بجانب العمل على دفع روح الشراكة بين مكونات الحكومة الانتقالية. وأعرب عن أمله في أن تسهم عملية السلام في استعادة العلاقات الاستراتيجية بين الخرطوم وجوبا. نحن نتطلع أن عملية السلام جزء من فوائدها ستعيد العلاقة الاستراتيجية بين دولتي السودان. نحن أتينا لندفع بروح الشراكة من أجل الوصول إلى سلام شامل وعاجل وعادل في السودان. نحن لم نأتي لنتفاوض، ونأتي هذه المرة بروح جديدة خلقناها معا في جوبا، وسيكون كلام مختصر لأنه سيكون لدينا مؤتمر صحفي لاحقا. وأنا أود من الخرطوم أن أطالب برفع العقوبات عن الشعب السوداني، ونطالب بأيضا إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب. ومن جانبه رحب عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان بوصول قيادات الجبهة الثورية إلى الخرطوم، وأعلن استئناف التفاوض مع حركات الكفاح المسلح الأسبوع المقبل. بنرحب اليوم بوفد رفيع من قيادات الجبهة الثورية في بلدهم في الخرطوم للالتقاء مع جماهيرهم مع أبناء الشعب السوداني للدفع بملف عملية السلام اللي نحن قطعنا فيه أشواط مغدرة في مدينة جوبا. حنعود للتفاوض بعد أسبوع، ولكن قبل أن نعود للتفاوض آسر الرفاق أن يحضروا إلى الخرطوم وأن يلتقوا مع جماهيرهم، يلتقوا مع أبناء الشعب السوداني
وأن يتلمسوا بأنفسهم أسئلة السلام في الشارع وأشواغ السودانيين كافة للسلام. دعت الكتلة الإقليمية لشرق إفريقيا إيجاد المجتمع الدولي لرفع العقوبات المفروضة على السودان وجنوب السودان مع انتقال البلدين نحو الاستقرار. وطالب الاجتماع العادي 13 الذي انعقد في أديس أبابا المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية المشددة المفروضة على السودان وجنوب السودان لتمكين الدولتين من إعادة بناء اقتصادهما. كما حثوا أطراف اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه في جنوب السودان على إنجاز المهام العالقة خلال 100 يوم والتي تم تحديدها وتشكيل حكومة وحدة بحلول نهاية الفترة. وأثنى القادة الإقليميون على حكومة السودان وشعبه لانتقالهما إلى الحكم المدني وعلى صمودهم وتصميمهم. وأيدوا دور جنوب السودان في التوسط في محادثات السلام السودانية في العاصمة جوبا. أصدر مجلس الوزراء بيانا أعلن فيه استئذان حكومة الثورة من الشعب لإعلان انطلاق فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر السلمية المجيدة. وأعلن مجلس الوزراء في بيان عن مواصلة شحذ نضال العمل من أجل إنفاذ مبادئ الثورة وشعاراتها حرية سلام وعدالة. ووجه البيان كل المؤسسات والدواوين الحكومية والرسمية في العاصمة والولايات للقيام بما يلزم لتخرج الفعاليات والنشاطات المطروحة بالشكل المطلوب. جدد حزب الأمة القومي تمسكه بوحدة الصف الوطني بعيدا عن الإقصاء والفجور في الخصومة. وقال رئيس الحزب بولاية نهر النيل طه أحمد سعد خلال تصريحات صحفية بالدامر إن الحزب لن ينجر وراء الدعاوى التي يروج لها البعض بالدخول في قطيعة سياسية واجتماعية مع الآخرين، قاطعا بأنهم لن يترددوا في المطالبة بعزل المفسدين وتقديمهم للعدالة. ولفت إلى أن حزب الأمة حريص على تناغم وانسجام كافة مكونات إعلان قوى الحرية والتغيير من أجل تحقيق أهداف الثورة. وحذر رئيس حزب الأمة من مغبة التشكيك في صدقية الشراكة بين جناحي الحكومة العسكري والمدني، مبينا أن المواقف المعارضة للحكومة الانتقالية لن تتبناها بعض الأحزاب وعلى رأسها الحزب الشيوعي السوداني، وينبغي ألا تغلق أبواب الحوار والتواصل من أجل التوافق والتراضي على الحد الأدنى من تحديات ومطلوبات المرحلة. حزب الأمة سيظل يعمل على جمع الصف الوطني، سنظل بعيدين عن الفجور في الخصومة، سنظل بعيدين عن الانتقامات، سنظل بعيدين عن الإخصاء. إلا من أفسد الحياة السياسية وأفسد ومل جيبه بالفساد ده براه بالعدالة. بس الحزب الشيوعي قال بملء فيه أنهم ضد الحكومة دي ما معاها، علما بأنه كان له دور في النضال ضد النظام البايد ده، ولكن رأوا ذلك برضو ما زالوا يمسكوا معانا في الحرية والتغيير. وإلى ذلك أكد رئيس اللجنة المركزية العليا للإعلام بحزب الأمة القومية محمد ساتي دعم الحزب اللامحدود لحكومة الفترة الانتقالية، وأبان أن ذلك موقف يمليه على الحزب موقعه القيادي ودوره المحوري في مركزية قوى الحرية والتغيير، لافتا إلى أنهم سيقدمون كافة أشكال الدعم السياسي والإعلامي واللوجستي للحكومة لتمكينها من الإفاء باستحقاقات المرحلة الانتقالية. الحزب يؤكد انه هذه الحكومه هي حكومه الثوره، ونحن فصيل اساسي في الفصائل اللي قامت بالثوره، وبالتالي نحن نحمي هذه الحكومه، ندافع عنها ونصوب اخطائها وصولا الى مرحله الانتخابات القادمه ان شاء الله. ونحن حريصين جدا على ان نجاح التجربه الديمقراطيه في الفتره الانتقاليه، وده بيتاتى من تقديم النصح وكشف مواضع الخلل، وفي نفس الوقت الدفاع إعلاميا وبالوسائل المختلفة عن هذه الحكومة، لأننا نفتكر وهي حكومتنا، هي حكومة الثورة، وبصفتنا فصيل أساسي في الثورة واجبنا حماية هذه الحكومة الانتقالية عشان ما نرجع لردة ونعيش التجربة اللي عشناها في ظل النظام المباد لمدة 30 سنة.
دش والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد حسين بداية العمل الفعلي في مشروع كهرباء حي الوحدة السكني بعطبرة بكلفة مالية تفوق 40 مليون جنيه، كما وضع حجر الأساس للسوق الجديد بالحي استكمالا لبرامج ترقية البيئة الحضرية. ووجه الوالي خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري مواطني حي الوحدة الجهات المختصة بتكملة الخدمات الأساسية مع معالجة تشوهات المساكن والمحال التجارية غير المخططة وتعويض أصحابها بمواقع أخرى. وفي الوقت ذاته دعا الوالي ديوان الزكاة لتخصيص مشاريع إنتاجية للفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة بالحي لمقابلة تداعيات الضائقة الاقتصادية. وقدم الوالي دعما ماليا مقدرا لإعادة تأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية ودور العبادة والأندية الرياضية والمراكز الشبابية، بجانب تعهده بتكملة النقص في الكادر الطبي والتعليمي بتلك المرافق. وأصدر الوالي توجيهاته لوزارة البنى التحتية بضرورة الفراغ من مشروع مياه الحي ورصف الطريق الرئيس للمنطقة. المدارس الناس المسؤولين منا يجوا طوالي كان دائرة كتاب مدرسي، وأول خطوة أنا عملتها في الولاية دي جبت إجلاس 14 شاحنة من جياد ب 43 مليار وزعناها للمدارس. الفقر توجيه للأمين العام المكلف بتاع ديوان الزكاة ولمكتب زكاة عطبرة. نحن بنقول في حاجة اسمها إماتة صنايع المعروف في نفوس الناس. الزول المحتاج ده هو محتاج والله بيعينه، ونحن من أوجب واجباتنا في الولاية نعينه، وفي أمانة الحكومة نعينه، وفي ديوان الزكاة نعينه، لكن ما كل الناس بيكونوا على درجة من الفقر بمستوى واحد، فلازم يحصل إيثار. ناس الزكاة نوجههم عبركم انتم، ونخلي اللجان بتاعتكم تعمل لستة بالناس الفقراء، الناس المعدمين، الناس ذوي الاحتياجات الخاصة. بدأت بالخرطوم فعاليات المؤتمر الثاني للإدارة المتكاملة للموارد المائية برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الشركاء، وذلك في إطار وصول الوزارة المختصة وشركاء دوليين لإنفاذ الخطة الموضوعة للسودان التي تمكنه من الوصول للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يمكن الجميع من الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات أساسية للصرف الصحي. وقال ممثل منظمة يونيسيف فؤاد دييسا في تصريحات صحفية إن أظهرت هذه الدراسات أظهرت 73% فقط في السودان وهم الذين يتمتعون بخدمات المياه الأساسية، وأن أقل من 40% هم من يحصلون على الخدمة الأساسية للصرف الصحي. في الخطة دي اتعملت لكل السودان، اتعملت بواسطة وزارة الري وموارد المياه، وزارة الصحة، اتعملت في 18 ولاية في السودان، ودي المحصلة النهائية هي الخطة النهائية للسودان، ودي اتعملت بدعم كامل من منظمة اليونيسيف، وفيها حاجات كثيرة جدا، منها أهداف، منها استراتيجيات، منها تمويل، منها برضو حسابات كثيرة بحيث انه احنا نقدر نتحصل عليها. هي حقيقي حلم، بالذات لو احنا عرفنا انه تقريبا في حدود فقط 73.6% في السودان هم عندهم مياه نقية، و 31% من السودانيين عندهم مراحيض محسنة. أكدت الجمعية السودانية لتنظيم الأسرة أن البرنامج القومي لخفض وفيات الأمهات والذي تتبناه الوزارة استطاع أن يحقق نجاحات ملموسة، لكنها قالت إن السودان يظل واحدة من الدول ذات النسب العالية في وفيات الأمهات. ودعت مسؤولة التقييم والمتابعة بالجمعية منال حسن طه لتضافر الجهود لإنجاح برنامج خفض أسباب وفيات الأمهات باعتباره شراكة ما بين المجتمع الحكومي، وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الجمعية من خلال 17 فرعا لها تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للأمهات في سن الإنجاب، مبينة أن الجمعية من خلال الورش التدريبية المستمرة لكوادرها تسعى لتجويد عملية المتابعة والتقييم للكل أو لكل الخدمات التي تصب في تحقيق هذا الهدف.
الوفيات هي مسؤولية الجميع، يعني ما مسؤولية وزارة الصحة بس ولا مسؤولية المجتمع بس، هي مسؤولية كل الناس، هم مسؤولين في خفض وفيات الأمهات. إحنا كجمعية عندنا دور إيجابي كبير جدا في خفض وفيات الأمهات من خلال الأنشطة اللي إحنا بنقدمها. بنقدم إحنا خدمات في الجمعية، خدمات بتاعة يعني تقديم خدمة، وفي خدمات مجتمعية بتقدم، في خدمات بتاعة رفع وعي، في خدمات بتاعة تغيير سلوك، وكلها تهدف لأنه المرأة يعني تحظى بكل الخدمات ذات جودة عالية اللي بتؤدي لخفض وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة وفترة النفاس. انطلقت بولاية غرب كردفان الحملة الجزئية لاستئصال مرض شلل الأطفال والقضاء على نقص فيتامين ألف، مستهدفة أكثر من 385 ألف طفل بالولاية. وثمنت حكومة ولاية غرب كردفان الجهود المقدرة التي تبذلها وزارة الصحة على المستويين الاتحادي والولائي في تعزيز العمل الصحي ومحاربة الأمراض المتفشية في المجتمع. وناشد المدير التنفيذي لمحلية الفول أحمد البشرى خلال تدشينه الحملة فئات المجتمع المختلفة بضرورة التعاون مع فرق التطعيم المنتشرة بالولاية وتسهيل مهامها، كما أشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في خفض نسبة انتشار المرض بالبلاد، مشيدا بدور المنظمات الأجنبية والوطنية الداعمة للعمل الصحي بالولاية. وأسني الجهود المبذولة في هذا المجال الحيوي والمرتبط بصحة الأطفال الذين هم عماد المستقبل والأمل المرجو في مسيرة التنمية والنماء المستقبلية. هذا العمل الذي يقوم به المعنيين بالأمر يصب في صالح كل المجتمع والحفاظ على فلذات أجدادنا من عوادي زمان، خاصة ما يسببه عدم التطعيم من شلل الأطفال من عواقب وخيمة لا يتأثر بها الأبناء فقط، وإنما يمتد تأثيرها للأسرة ولأفراد المجتمع جراء العجز الحاصل بالنسبة للمريض والإعاقة الجسدية والذي قد يؤثر عليه خلال سنين عمره القادمة، والمعاناة الجسمية والنفسية والمادية للأهل ومعاناتهم اليومية جراء الإعاقة الجسدية. وفي السياق قال مدير إدارة التحسين الموسع بغرب كردفان عماد الدين أحمد إن الحملة تستهدف أكثر من 385 ألف طفل بالولاية، وقال إنها تواجه بعض التحديات لتزامنها مع موسم الحصاد والذي تشتغل فيه الأسر بعملية الحصاد، لكنه ناشد الأسر بضرورة الاهتمام بتطعيم أطفالهم. الحملة بتستهدف عدد كبير جدا من الأطفال، بيتراوح ما بين 385 ألف طفل بالشلل وأكثر من 355 ألف طفل بفيتامين ألف. استراتيجية الحملة اللي هي استراتيجية التطعيم المعروفة لدى الشلل، اللي هي استراتيجية من بيت لبيت أو من منزل لمنزل. نتمنى أن نوفق لكل الأطفال المتواجدين في أنحاء الولاية. الحملة يا جماعة هي قد تكون بتواجه عدد كبير جدا من الصعاب اللي هي بتصادف الموسم الزراعي، بتصادف انه وجود عدد كبير جدا من الأطفال في الزراعة مع أمهاتهم، ومن هنا بالناشد كل الأمهات انه الأطفال يكونوا متواجدين أثناء أيام الحملة اللي هي بتنطلق من يوم 2 ديسمبر إلى 4 ديسمبر